صباح الخير اللي عندهم صباح، مساء الخير اللي عندهم مساء. ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. غادي يكون هذا الفال الشهر 11، ان شاء الله فالكم خير، ان شاء الله فالكم ايجابي، ان شاء الله تستفدوا على هذا الفال هذا. غادي نبداو بصاحبه البشره البيضاء، وان شاء الله صاحبه البشره البيضاء يكون خير في هذا الشهر. هذه انت، ونشوفوا المستجدات والحاجات المهمه اللي ممكن تكون عندك في هذا الشهر هذا. كيبقى العلم لله، وهذا غير فال، جاتكم حاجات ايجابيه فتفائلوا بها خير وتبنوها، واذا كان الفال يعني لم يرق لكم فانسوه وكأن شيئا لم يكن. فهذا الفال ديالك البيضاء، متزوجه مطلقه ارمله عازبه، كان عندك حبيب او ما كانش عندك حبيب، الفال ليك الشهر 11. الكارطه ديالك تتطاير، ذات الشمال، ما درتش ذات اليمين، درت فقط ذات الشمال. هذا قلبك تخمامك ياتيك الله، قلبك تخمامك ياتيك الله، قلبك تخمامك ياتيك الله. غادي يكون قلبك هنا على رجل حنطي، ممكن لابن الاب الاخ الزوج او الحبيب، وغادي تكوني كتفكري في تغييرات الروتين والاشياء اللي مليتيها، فكتحاولي تجددي الحياه ديالك. وكيقول لك الفال هنا اللي ناويه على الرجوع مع الطليق، فاحتمالات كبيره للمطلقه تيكون عندكم رجوع وكذلك صلح، وكاين اللي غادي يكون عندها في هذا الشهر رجوع مستحقات ماديه او ماليه ديالها. اللي كانت يعني حمله هم ديال شخص حنطي، قلنا الابن الاب الزوج او الاخ ديالها، فغادي تسمعي عليه خبر او هو غادي يتصل بك. هنا كاين اللي حمله الهم ديال هاد الشخص الحنطي، واش انت خايفه على الصحه ديالو؟ واش انت خايفه انه ما يحصلش على ورق؟ واش انت خايفه ان هذا الشخص ما غادي يتزوجش؟ فاللي كتسال على هذه الاشياء، فكل هذاك التخوفات ديالك فهي زائله، الامر غادي يتحسن. كان مريض غادي يتشافى، كان كيسال على اوراق، الاوراق ديالو غادي تجيه، كان كيسال على نجاح، النجاح غادي يكون، كان كيسال على زواج، فالزواج غادي يكون. اوكي، بالنسبه الامور العمليه الاداريه، الدراسه والمحاكم، امورك جد جد ممتازه، عندك فيها حاجات ايجابيه، لقاءات، اجتماعات، امورك رائعه في هذا الامر الخاص بالاداره، المحكمه، الدراسه والعمل. يعني اغلبيه الوقت في هذا الشهر غادي يكون احسن، ما تنقولكش ما غاديش يكونوا خلافات ونقاشات، ولكن على العموم الامور جيده. اللي كتسنى مثلا ترقيه غادي تكون، ها زياده في الاجر كاينه، رجوع العمل القديم كاين، اجتماعات كاينين، اجتماعات ناجحه، فكاين حتى اللي غادي يكون عندها دي زونتروتيان بخصوص العمل. غير هو من الا كان عندك اونتروتيان في العمل، فحاولي انك تهدئي الاعصاب ديالك، ما تكونيش معصبه، او الا استفزك الشخص اللي مقابل معك فبردي دمك. كنشوفك هنا غادي تكوني يعني ممسوقه لحد، لا يؤثر فيك احد، ولا كلام الناس ولا احد سيؤثر فيك، غادي تكوني حره، وغادي تكوني كديري الاشياء اللي باغيه انت. بالنسبه لاي شيء خاص بالعقار، بيع، شراء، العتبه، استقرار، فمثلا انت كتسالي واش غادي يكون عندي استقرار في هذه العتبه، واش ما كاينش شكون اللي غادي يخرجني من هذه العتبه، فكيقول لك ما غادي يخرجك حد غير الا بغيتي انت تخرجي. فالاستقرار كاين في العتبه، كاين عندك حظوظ مع امراه كبيره، كاين البعض فيكم اللي غادي يكون عندها شراكه في بيت او في محل او في ارض مع امراه كبيره في العمر، او كاين اللي امراه كبيره في العمر ممكن انها توهب لك حاجه خاصه بعقار. كنشوف كذلك بالنسبه للمغتربات، نتوما اللي شي شويه غادي يكون عندكم مشاكل في الامضاءات الخاصه بالعقارات. بالنسبه اللي كنت كتسال على السفر وكان عندك مشكل في الهجره او في السفر، كيقول لك غادي تخلي 5 ايام الاولى ما غاديش يكون متاح لك السفر، ولكن بعد ما تمر 5 ايام او الاسبوع الاول من شهر 11 الاسفار ديالك غادي تفتح للخارج او للهجره. غادي يقول لك هنا الفال غادي تكوني المغتربه بالضبط، غادي تكونوا كتفكروا من الناحيه الماليه بشكل كبير، فكيقول لك ها الارزاق كاينه، ولكن انت خصك تكون طاقتك عاليه
ويكون عندك طاقة الاستحقاق للمال، لأنها المال كاين ولكن انت كتعطيه بالظهر، او هالأرزاق كاينة ولكن ما كتعرفيش كيفاش تكسبيها او كيفاش تاخدي هاد الأرزاق هادي. بالنسبة للحب والغرام، فكيقول لك هنا البعض فيكم اللي معكسة لها الأمور العاطفية، أو عندك مشكل مع الزوج، أو أنت عازبة مطلقة أرملة، عندك حبيب أو ما عندكش حبيب، وكتشوفي العلاقة العاطفية ديالك فيها شوية توتر أو مشاكل، أو غادي يكون خصامات كتر، فعرفي راسك راه عندك عارض. أوكي، بالنسبة للمتزوجات وكذلك عندكم برود في هذا الشهر، ممكن أغلبية الأوقات يكون عندك برود مع الزوج ديالك. بالنسبة للحب والغراميات، اللي عندها الأبيض قصير القامة غادي يكون هذا عندك معاه حب غرام، يفكر فيك ليل ونهار، ممكن مقابلات، ممكن لقاءات، تفاهم، تكونوا كتشاوروا بيناتكم يعني الراس على الراس، فأموركم جيدة وممتازة أنت وهاد الأبيض اللي هو قصير القامة. ممكن حتى يكون عندك معاه سفر هاد السيد هذا، او تهضروا على سفر، غادي يكون عندك سهر معاه بالليل، او هضره وكلام مع هذا الانسان بزاف بالليل الا كان بعيد عليك. اوكي، الا كان الابيض مربوع القد او طويل، فهاد الانسان واخا يكون بعيد عليك هاد الشهر، او ما كاينش هضره وكلام معاه كتير، فهاد الانسان راه مازال نيته صافيه، وهاد الانسان باغي الزواج الا كان الحبيب ديالك، والا كان الزوج ديالك واخا يكون بعيد عليك، فخليك معاه، لانه هو عنده امور قانونيه او عمليه، او كيفكر في اوراق او في عقود، فمازال غادي يظهر على هاد الشيء ومازال غادي يرجع لك. فحتى الا ما كانش بيناتكم هضره وكلام هاد الشهر، فصبري، شهر 12 غادي يكون ولا اروع هذا الابيض هذا. بالنسبه اللي عندها رجل مسؤول او رجل اداري او عنده مركز كبير، فهذا الانسان حتى هو كنشوفه اغلبيه الوقت في هذا الشهر غادي يكون بعيد، ولكني كيقول لك الفال انتظري، الا كان عندك غادي تعطل عليك يعني، ولكن انتظري، لان هذا الانسان كيبغيك غير ما كيعبرش على الحب، ولكن غادي يطول عليك هذا الشخص هذا، فغادي تعذبي شي شويه هذا الشهر هذا. بالنسبه اللي عندها الرجل الاسمر مربوع القد او طويل، هذا الانسان غادي يكون كيحماق عليك، كيهبل عليك، ولكن غادي يكونوا الناس اللي كيديروا لكم سحر التفريق، او غادي يكون بيناتكم بلوك انت وياه. هذا البلوك هذا او البعد ديالك عليه غادي يكون كيأثر عليه نفسيا. هذا الانسان الا كان الطليق ديالك فهو باغي الرجوع، ولكن ما تحاوليش انك تبدليه، لانه كنشوفك غادي تكوني كتشوفي الرجل اخر، او غادي تكوني مليتي من هذا الطليق ديالك. الا كان هذا اسمر قصير القامه، فكنقول لك هو وكذلك يكون اجنبي او في البلاد البعيده، فكنقول لك كاينه مراه في حياته، واخا هو مازال كيفكر فيك وباغيك، ولكني شاده مراه بالسحر، يعني تخاطر اسحار وباغيه غير فلوسه، فما كيقدرش يتواصل معك في هذا الشهر هذا، فهذا اللي عطى الله. بالنسبه للحنطي، الحنطي المربوع القد او اللي هو طويل، غادي يكون كيهتم بالشغل، هذا الانسان نيته صافيه، غادي يكون تواصل بينك وبينه، انت اللي غادي تكوني شي شويه كتهربي، او غادي تكوني متكبره او متفرعنه. الا كان عندك الحنطي يشتغل معك في نفس الشغل في نفس العمل، او هو كيشتغل في الامن في الدرك في الجيش او في القوات المساعده، فهذا الانسان عندك معاه صلح، عندك معاه رجوع، عندك معاه حاجات ايجابيه، او ممكن يكون كريم معك، او ممكن غادي تحصلي على فلوس او على ارزاق من عند هذا الشخص. الا كان الحنطي قصير القامه، فهاد الانسان غادي يكون كيبغي غير الزهو والمتعه في هذا الشهر هذا، غادي يكون كيتصل بك ولكني باغي الامور العاطفيه اكثر، غادي يكون متطلب من ناحيه ديال العلاقات الجسديه. فإلا بغيتيه الزواج، حاولي انك تحرميه من هذه الامور هذه، لان الا حرمتيه فهاد الانسان ممكن انه يفكر فالزواج. فكان هذا الفال ديالكم صاحبة البشرة البيضاء، وغادي نشوفوا الفال ديال صاحبة البشرة الحنطية. ان شاء الله الحنطية يكون الفال ديالك خير، ان شاء الله الفال ديالك يكون ايجابي، وان شاء الله تستفدي على هذا الفال هذا يا ربي، امين. فهذه انت الحنطية، وهذا الحظ ديالك بصفة عامة لشهر 11، ونشوفوا كيفاش غادي يكون عندك هذا الشهر 11، وشنو هي المستجدات ديال شهر 11. هذا الفال ديال صاحبة البشرة الحنطية. فغادي يكون هذا قلبك تخمام كي اتيك الله، قلبك تخمام كي اتيك الله، قلبك تخمام كي اتيك الله. غادي يكون هنا قلبك على فلوس، ما غاديش تكوني طماعه، ولكني غتكوني كتحاولي على الفلوس ديالك، او
ما تكونيش كتصرفي بزاف، تفكيرك سلبي او غادي تكوني متشائمة والنفسية شوية في اغلبية الاوقات نازلة. اللي غادي تكوني فيه مزيان او اللي غادي تكوني كتفكري فيه بزاف هو الحياة الزوجية او الحياة العاطفية، هي اللي غادي تكون مهمة بالنسبة ليك هذا الشهر. يا حبيبة قلبي ومهجتي، فكيقول لك العين الحسد عليك قوي بزاف من ناحية ديال الحظوظ. اوكي، فردي بالك، رقي نفسك، حصني نفسك. اوكي، فكنشوف كذلك هنا البنات اللي او السيدات اللي مثلا كانت الامور العاطفية ديالكم شوية مضروبة، ممكن يكون كان عندكم عريض، او انتي كنتي كتخوني الحبيب ديالك او الزوج ديالك، او انتي كنتي كتمشي في طريق بلا ما نقولو، فبحال بديتي كترجعي او بديتي كتحسني او بديتي كتفكري احسن وكتخلي على هاد الامور اللي هي محرمة او ممنوعة او الطريق الخطأ، فغادي تكوني كترجعي للطريق الصواب. كنشوف كذلك هنا من الناحية العاطفية غادي تكوني، او الحياة الزوجية هي اللي غادي تكوني عاطيها اهمية كبيرة، فغادي تكوني ناجحة في الحياة العاطفية، ولكن حصني ورقي نفسك لان العين قوية عليك جدا. بالنسبة للعتبة كنشوف هنا كاينين ضيوف او ضيوف او من العائلة، يعني الناس اللي هما استغلاليين، ردي بالك للضيوف اللي غادي يكونوا كيدخلوا عندك هاد الشهر هذا، يعني غادي تفاجئي الناس ما كانوش كيهضروا معاك، ما كانوش كيجيو لعندك، غادي تشوفيهم كيجيو ما ديروش فيهم الثقة. هاد الناس هادو انانيين، هاد الناس هادو طماعة، هاد الناس هادو استغلاليين، وكاين فيهم اللي جاي باغي يدير لك غير الصداع وباغي يدير لك اسحار. فانتبهي من الناس اللي كيدخلوا عندك هاد، وخصوصا من العائلة اللي كيدخلوا عندك هاد الشهر هذا. بالنسبة للعمل، فالعمل انا كنشوف الامور عادية، ما كاينش تغييرات شي حاجة اللي هي كبيرة، ولا فقط بالنسبة للسيدات مطلقات او ارامل او عازبات اللي معكم شخص في العمل هو ابيض قصير، انت شاكة وكتقولي هذا الانسان واش باغيني، واش باغي يتقرب مني، ففعلا هذا الشخص هذا باغيك وباغي يتقرب منك وعنده مشاعر زوينة تجاهك. فغادي نعاودو نشوفو الفال من الناحية العاطفية، الحب والغراميات. الا كنتي كتسالي على رجل اسمر وهذا الرجل الاسمر هذا مربوع القد او طويل، فغادي يفاجئك بامور اللي هي خايبه، غادي تعرفيه بانه انسان شكاك فيه، الوسواس كيراقبك، خائن، انسان اللي طماع، انسان استغلالي، انسان يعني هذا الشهر هذا يبغي يستفد منك اكثر ما يبغي يفيدك. انتبهي، هذا الانسان ويجيب لك شي وحده للدار، خصوصا المتزوجات، يقول لك هذه اختي تجلس معنا في الدار، بنت خالتي، جيبي هذه السيده كمساعده لك. لا لا لا، اوكي. كاين البعض فيكم اللي هذا السمر غادي يكون كيدير لها تخاطر، او ممكن يكون كيدير لها اسحار. بالنسبه للاسمر اللي هو قصير القامه، هذا الانسان هذا غادي يكون عندك معاه فلوس، غادي يكون عندك معاه ارزاق، غادي يكون معطاء، غادي يكون كريم، ولكن غادي يكون يعني كثير الشروط، شروطه كثيره، يعني غادي يكون كيتدخل حتى في الناس اللي كتعاملي معاهم، يعني والكلام ديالو صحيح سمعيه، يعني هذا الانسان غادي يكون كيقول لك مثلا ما تمشيش مع هذه الانسانه، ما تهضريش مع هذه الانسانه، فالكلام ديالو خديه بعين الاعتبار. بالنسبه اللي عندها الابيض مربوع القد او طويل، هذا الانسان غادي يتصل بك الا كان المده هذه ما اتصل بك، نيته صافيه، عندك معاه نصره، هذا الانسان غادي يكون صادق معك. ممكن يكون البعض فيكم عندها زواج مع الابيض المربوع القد او الطويل، وخصوصا اللي كيسافر بزاف او اجنبي او في البلاد البعيده، فما تغيريش وما تبدليش براجل اخر. بالنسبه لهذا الانسان قلنا الامور ديالك انت وياه رائعه، هذا الانسان الا كان مريض عنده تشافي، الا كان بيناتكم يعني برود فكاين تشافي، هذا الانسان من الناحيه القانونيه اموره جيده، عنده فوز او عنده نصر، او غادي يخرج من قضيه يعني قانونيه اللي كانت يعني سجنه، او الا كان بينك وبين رجل ابيض حاجات في محكمه فلكم النصره بجوج، او غادي تلقاو حل وسط انت وهذا الشخص هذا. بالنسبه للابيض اللي هو قصير او يشتغل في الدرك، في الامن، في الجيش، القوات المساعدة، غادي يكون كيبغيك بزاف، غادي يكون متوالمين، متحابين،
استمرارية أموركم الجيدة، يعني غادي تكونوا في قمة السعادة انت وهاد الشخص هذا. بالنسبة اللي عندها رجل مسؤول او رجل عنده مركز كبير، فغادي يكون عندك معاه زواج، وخصوصا اللي عندها في البلاد البعيدة، فغادي يكون عندك معاه سفر وزواج هاد الشخص هذا، او عندك معاه فرحة، او انت لك انت كتعاملي مع شخص اجنبي او شخص في البلاد البعيدة، يعني كتجارة كعمل فعندك معاه نجاح، ما تغيريش هاد الشخص كذلك. بالنسبه لي كتسال على الرجل الحنطي، الا كان قصير القامه هذا الرجل الحنطي كنقول لك فلوسه كثيره، ولكن اللي عندها الحنطي قصير كاينه مراه اخرى في حياته وكتهضر معاه، انسانه غير جيده، انسانه غير سليمه، انسانه باغيه غير على ورق، خليه يبقى غادي معاها غادي معاها حتى تعطيه دقه ويرجع لك. بالنسبه اللي عندها الحنطي في بلاد الغربه، يعني قصير وهو اجنبي او في بلاد الغربه، فهاد الانسان هذا صادق وغادي يجيك منه الخير الكبير، وممكن يفكر حتى يجي لعندك، حتى هاد الشخص هذا ما تبدليهش بشخص اخر. بالنسبه للحنطي اللي هو مربوع القد او طويل، هذا انسان متشائم كثير الشكوى، ما غادي يلقى مشاكل في العمل، هذا غير ديال الشكاوي هاد الشهر كله، غادي يبقى غير مأزم نكادي، كيدقق في الامور، غادي يبقى غير يشكي عليك، غادي يكون مريض، وغادي يكون كيسولك بزاف على العمل ديالك وشحال المدخول ديالك وشحال كتدخلي وشحال، فغادي يكون فيه غير الصداع من الاخر، هذا غير نتاع الصداع، هنيك منه الاغلبيه الوقت كنقول لكم انا. فممكن انه يكون امور اللي هي زوينه، ولكني اللي ما غاديش يعجبك هي هاد الامور هادي. فغادي نعاودو نشوفو الفال ديال السمره، وان شاء الله السمره يكون فالك خير، وان شاء الله السمره تستفدي على هاد الفال، يا ربي امين. كنتي متزوجة مطلقة عازبة أرملة، كان عندك حبيب أو ما كانش عندك حبيب، إن شاء الله الفال يكون خير وتستفدي على هذا الفال يا السمراء. فهذه انت يا السمراء، وهذا الحظ ديالك للشهر 11، هذا الفال ديال السمراء للشهر 11، ونشوفوا شنو الأساسيات في هذا الشهر، وشنو اللي غادي يكون بصفة أكثر في هذا الشهر عندك. فإن شاء الله خير السمراء، وهذا قلبك تخمامك ياتيك الله، قلبك تخمامك ياتيك الله، قلبك تخمامك ياتيك الله. غادي يكون قلبك على راجل سمر وعلى راجل ابيض، وغادي يكون قلبك كله على حياتك العاطفيه، يعني حياتك العاطفيه مع الزوج، مع الاحباب، مع الاصدقاء، مع الخطيب، او غادي تكوني مشتتة الافكار مع الناس اللي في الحياه العاطفيه ديالك. هنا كيقول لك تفكيرك سلبي مهموم، كتفكري غير في غير في الدمار، ها اللي كتفكر في الخيانه، ها اللي كتفكر في الطلاق، ها اللي كتفكر في الجن العاشق، ها اللي كتفكر تدمر حياه ناس اخرين. كيقول لك هنا غادي تشوفي الام ديالك اللي ما شافوش الوالدين ديالهم مده طويله، غادي تشوفيهم، واللي متوفيين الوالدين ديالكم قدموا صدقه، وكاين اللي غادي يكون عندها لقاء مع مراه مسؤوله، وهاد اللقاء غادي يكون مميز خلال هذا الشهر هذا. السمرة هاد الشهر غادي يكون فلوسك قليلة، اللي بغات دير اعمال هكا ديال الجلب ديال رقية ديال تخاطر، فغادي يجي معاك هاد الشيء مزيان. كنشوف غادي تكوني كتفكري بزاف، تفكيرك دائما غادي يكون سلبي، ففكري فيها ايجابي حتى انك تحصلي على الاشياء والاهداف اللي انت باغياها. من ناحيه لبعض فيكم اللي كتسال على تغيير العتبه، فغادي يكون عندك تغيير العتبه، او غادي تخلي هذا السكن اللي انت فيه وتنتقلي لسكن اخر. كنشوف كاين لبعض فيكم اللي غادي يكون كيدخل بزاف البيوت متعدده، ممكن مثلا تكوني كتدخلي لعند الاهل ديالك بزاف، او غادي تكوني كتزوري الاصدقاء ديالك بزاف، فغادي تدخلي بيوت كثيره في هذا الشهر هذا. بالنسبه للعمل للاداره والدراسه، ففي البدايه ديال الشهر شويه ضغوطات شويه ازمات، يفوت الاسبوع الاول او 6 ايام الاولى، هذيك الضغوطات النفسيه غادي تزول، غادي يكون عندك نجاح، غادي يكون عندك ترقيه، غادي تحصلي على فلوس عن طريق اداره او محكمه، غادي يجيك رد على طلب بشكل اللي هو ايجابي من اداره او من محكمه او الناس اللي كيدرسوا، فغادي يكون عندكم نجاح في الدراسه هذا الشهر هذا.
بالنسبة للحظوظ غادي تكون عندك الحظوظ، بالنسبة للمغتربات فقط غادي يكون عندكم الحظوظ في كل ما يخص الأوراق والعقود والشهادات. أوكي، المغتربات كذلك كيقول لكم الفال هذا الشهر هذا أبعدوا ولا ابتعدوا عن المرأة البيضاء النحيفة ذات الوجه الطويل، هذه كلها نكد كلها شكاوي بعدوا عليها. بالنسبة للحياة العاطفية متوسطة 60% غادي تكوني مرتاحة. كاين كذلك هنا اللي غادي تبدأ تشوف زواج أو خطوبة لبعض فيكم، خصوصا اللي هي كتشتغل مثلا في الإدارات ديال الأمن ديال الدرك ديال الجيش ديال القوات المساعدة، أو اللي انت كتلبسي واحد اللباس خاص في العمل ديالك، فغادي يبقاو عروض الزواج، أو ممكن أنها تكون عندك خطوبة ولكن ماشي من الأسبوع الأول، حتى يفوت الأسبوع الأول. ما عطانيش بالضبط شكون ولكني كاين هنا، ممكن ما عطانيش بالضبط ولكني احتمال. بالنسبة اللي عندها مثلا الحبيب تزوجو مطلقو عنده ولاد، بالنسبة اللي عندها حنطي مربوع القد أو طويل، هادو ممكن يكون الزواج ديالكم. وكذلك اللي قلنا اللي كتشتغلي في هاد الميدان هذا اللي قلنا عليه، اللي كتسأل على الرجل الحنطي اللي هو قصير القامة، هذا الإنسان غادي يكون واضح معاك، غادي يكون كيهضر لك في أمور جديدة إذا كنتي مخاصمة معاه، كاين صلح. إذا كنتي هذا الطليق ديالك وهدرتو الصلح، فالصلح لن يتم، غادي يكون الطلاق. إذا كان هذا الزوج ديالك وكترجعي الحمل وكنتي كديري علاجات، غادي يكون الحمل، ولكن هذا الحمل هذا بعد ما يوصل 3 شهور ردي بالك، لأن ممكن يوقع لك حويجات اللي ما تعجبكش في الشهر الثالث، فهم يعني من الاول بقاي تردي البال ديالك. هذا الحنطي الا كان مهاجرك وكان هذا الزوج ديالك كاين العوده ديالو للبيت، اوكي، واذا كان هذا موعدك بالزواج فالنيه ديالو صافيه ومازال غادي يدخل يعني يخطبك هذا الرجل هذا. الا كتسالي على الرجل الحنطي المربوع القد او الطويل، هذا الانسان هذا غادي يكون كيسمع للاهل ديالو، وهذا الانسان الا كان كيشتغل في الامن في الدرك في الجيش او في القوات المساعده، فكاين زواج معاه او جاي للخطوبه او اتمام زواج، او الاهل ديالو غادي يكون غصبا عنهم يوافقوا بالزواج ديالك من هذا السيد، او كاين البعض فيكم اللي معاها في العمل هذا الحنطي فكاين تغيرت الى الاحسن مع هذا الانسان او اعطيه فرصه. اوكي، بالنسبه اللي عندها الابيض قصير القامه، هذا كاين طرف ثالث واخا مازال كاين في الخطه ديالك، غادي يكون كيهضر مع امراه اخرى، انت غادي يكون عصبي معاك، سلطوي شديد الانفعال شكاك اناني، بيناتكم ممكن حتى سحر تفريق او بلوك، هو يدير لك بلوك او انت ديري ليه بلوك. بالنسبه للابيض اللي هو طويل او مربوع القد، غادي تكوني كتفكري فيه بزاف، غادي تكون نيتك صافيه مع هذا السيد ولكن هو غادي يكون دائما كيشك فيك. بالنسبه للاسمر اللي هو اجنبي او في البلاد البعيده، هذا الانسان غادي يكون كيقرب ليك وكيبغي يتعرف عليك اكثر واكثر، ويبغي يتعرف حتى على الاهل ديالك، هذا الانسان ما تغيريش. الا كان عندك حبيب اخر فخليك مع الاسمر، هذيك اللي جايه تشوفي على الاسمر. بالنسبه لهذا الاسمر الا بقيتي معاه، خصوصا الا كان اجنبي او في البلاد البعيده، مازال تحصلي معاه على اوراق او عقود، اوكي، وبعدي عليك البنات، ما تبقيش تهضري على البنات على هذا الشخص هذا. بالنسبه للاسمر اللي هو قصير القامه، غادي تكوني انت بعيده عليه وهو بعيد عليك، غادي يكون باغي فقط يلم فلوس، او غادي يكون مهتم من الناحيه الماليه بشكل اكثر، غادي تكون هي اللي همه هذا الانسان. ايه غادي يكون كيفكر فيك، ايه باغي الاستقرار معك، باغي الاستمراريه معك، يقدر يكون كيهضر معك هاتفيا ولكن ما تلقاهش معك جسديا. بالنسبه اللي كتسال على مثلا واش عندي تابعه داخله، وكتقولي ما عرفتش انا واش عليا التابعه، واش عليا السحر اللي داخله غير على هاد الامور، لان الامور ديالك موقفه، ففيك هاد الشيء كله، فيك السحر، فيك التابعه، فيك العين، وفيك الحسد، هذيك اللي دخلتي كتقولي انا بغيت نسول غير على هاد الشيء هذا. اوكي، فكان هذا الفال ديالك يا السمراء، خليكم على خير، تهلاو في راسكم، استمتعوا بالحياه، ونتلاقاكم ان شاء الله في فال اخر جديد. كنبغيكم وباي باي.